بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الرحمن انزل معكم موقع اكس كيو باي 5. قدم في هذا الفيديو جهاز سامسونج جالكسي ستار. هذا الجهاز من ارخص اجهزة اندرويد بسعر 20 دينار كويتي او 60 دولار امريكي. هذا الجهاز ياتي بلونين اسود وابيض، حجم الشاشة 3.0 وبروسيسور 1 جيج وذاكرة داخلية 4 جيج وامكانية لدعم الذاكرة الخارجية ل 32 جيج. رزولوشن الشاشة او الشاشة تاتي كيو في جي اي وهي اضعف انواع الشاشة حاليا. اللمس يذكرني بأجهزة أومنيا سابقا، اللمس ليس باللمس الممتاز إنما لمس عادي جدا. أزرار اللمس من أسفل غير مضيئة. سمك الجهاز غير مقبول بالنسبة لي كجهاز بهذا الشكل، لكن سعر الجهاز هو الشيء الوحيد الذي يشفع لهذا الجهاز. عدم تواجد فلاش خلفي، عدم تواجد كاميرا أمامية، عدم تواجد جي بي اس في هذا الجهاز، وعدم تواجد سماعة. صندوق لا يوجد معه غير هذا الشاحن فقط، لا يوجد أي شيء مرفق مع هذا الجهاز. هذا الجهاز هو جهاز مناسب لمن يريد جهاز متواضع يلبي بعض المطالب، منها مثلا استخدام واتساب، استخدام فايبر، استخدام مكالمة أو تصوير، مع أن الكاميرا 2 ميجا بيكسل إلا أن التصوير شبه مقبول في هذه الكاميرا. الغريب في هذا الموضوع بأن هذا الجهاز من أعلى الأصوات التي مرت علي، فصوت الجهاز هذا عالي جدا. تصوير الكاميرا أجد أن التصوير لا يرقى لمستوى حتى أجهزة نوكيا القديمة، لا أجد أن التصوير جيد، أجد أن التصوير متواضع جدا خصوصا عند عمل زوم لهذا الجهاز. طبعا الزوم سيء، ممكن أن تشاهد بهذا الشكل. أجد أن الجهاز بتأخير، مع أنني عطلت الكثير من تطبيقات هذا الجهاز وعطلت الأنيميشن، إلا أن الجهاز لا زال يوجد فيه تأخير. الرام 512 لا يعطي أداء عالي لهذا الجهاز. بعد تعطيل كل هذه الأمور أجد أن الجهاز الآن بمستوى جيد. قبل تعطيل هذه الأمور أجد أن الجهاز يعطي أداء ضعيف جدا، خصوصا إذا لم تعطل الأنيميشن من خلال الذهاب لـ Settings ثم الذهاب لـ Developer Option وتعطيل الأنيميشن من هنا الحركات. ثلاث أمور. هذا الجهاز طبعا يدعم اللغة العربية ويدعم الواجهة العربية، لوحة مفاتيح عربية، موجه أساسا للشرق الأوسط. أنا أستخدم الواجهة الإنجليزية، هذا السبب الوحيد الذي يجعلني أستخدم الجهاز بالواجهة الإنجليزية. الآن عند الذهاب لإغلاق الهاتف ثم تشغيل الهاتف ستجد بأن اختصارات الشاشة ثلاثة بسبب صغر رزولوشن الشاشة. عند الذهاب ليوتيوب مثلا واستخدام HD مثلا، لن تجد فرق ما بين ال HD والرزولوشن العادي، فالجهاز أساسا ضعيف ولكن يشغل فيديو بشكل جيد. سعر الجهاز هو الشيء الوحيد الذي يشفع لهذا الجهاز، فلا يوجد أي ميزة أخرى غير سعر الجهاز. الجهاز بمستوى متواضع الحقيقة لكن يشفع له سعر. هذا بخصوص الفيديو على هذا الجهاز. عند الذهاب لأمر مثل، لاحظ بعض التعليق، عند الذهاب للعبة مثل فروت نينجا قد حملت هذه اللعبة لأنها الأعلى انتشارا أو الأعلى تحميل والأنيميشن فيها عالي وأيضا تحتاج للمس عالي، فممكن أن تشاهد قوة هذه اللعبة. اللمس جيد والصوت عالي جدا الحقيقة. واتساب أيضا أجد أن واتساب لا يعطي مساحة ممتازة بسبب صغر رزولوشن. أجد أن واتساب يوجد فيه تعليق بالجروبات مثلا عند استقبال الجروب، حجم الواتساب قد يكون ظاهر. يوجد ميزة في الجهاز وهي تحسين شكل الخط، لأن شكل الخط قبيح جدا، فقد حسنت شكل الخط من خلال الذهاب لديسبلاي العرض ثم اختيار آخر خيار وهو increase legibility. عند إزالة هذا الخيار ستجد بأن شكل الخط أصبح أسوأ،
يجب عليك تفعيل هذا الخيار، وعند تفعيل هذا الخيار سيأخذ من أداء البطارية. لا يمكن عرض شريط البطارية من أعلى، لا يمكن تخصيص الواجهة من أعلى، لا يمكن إظهار أزرار اللمس من أسفل فهي أزرار بدون إضاءة، أيضا لا يمكن وتواجد جي بي اس، لن تستفيد من جوجل مابس مثلا إلا من خلال تواجد الإنترنت. الأمور الأخرى التي تتعلق بالبلوتوث، البلوتوث كثير على هذا الجهاز، فالبلوتوث 4.0 في هذا الجهاز. الأمور التي أستكثرها على هذا الجهاز تواجد بلوتوث 4.0 وصوت الجهاز أعلى من اللازم. استخدمت النسخة دوس، هذا الجهاز يأتي نسختين للأسف، نسخة بشريحة واحدة ونسخة دوس بشريحتين. نسخة الشريحتين هي من أسوأ أنواع النسخ التي شاهدت. نسخة الشريحة الواحدة أفضل لإعطاء مساحة أعلى في الرام. الجهاز أفضل من جالكسي بوكيت بالنسبة لي، جالكسي بوكيت بسعر 25 دينار، هذا الجهاز بسعر 20 دينار. تواجد جي بي اس لجالكسي بوكيت يجعل جالكسي بوكيت خيار أفضل من هذا الخيار. هذا الجهاز لا يصلح لمكالمات الفيديو فلا يوجد فيه كاميرا أمامية، كما أنه لا يصلح للتصوير لتواجد 2 ميجا بيكسل كاميرا خلفية وعدم تواجد فلاش. فأيضا إذا كنت تريد أن تستخدم الجهاز منافس للجهاز الذي يأتي بضوء من نوكيا باسم ما يسميه السعوديين أبو كشاف أو الكشاف، أو هذا الجهاز لا يوجد فيه فلاش أساسا لكي يكون بديل عن نوكيا أصلا، لكن هو جهاز جيد لمن يريد أندرويد ويريد شاشة صغيرة ويريد سعر مقبول. سعر هذا الجهاز 20 دينار، فهو خيار ممتاز لمن لا يريد أن يستخدم نوكيا أو يستخدم أجهزة رخيصة الثمن ويستخدم هذا الجهاز. مزيد عن تفاصيل هذا الجهاز ممكن أن تشاهد رابط في نفس هذه المشاركة للموقع الرسمي وموقع جي اس ام ارينا يبين مميزات هذا الجهاز. هذا الجهاز يوجد فيه اف ام راديو من البداية، جالكسي اس 4 لا يوجد فيه اف ام راديو، هذا الجهاز يوجد فيه اف ام راديو. ممكن أن تجد تواجد اف ام راديو بهذا الشكل، تواجد التطبيقات متواضعة مع هذا الجهاز. الجاليري ايضا جاليري مشابه لاجهزه جالكسي اس 4 الحديثه. الفيديو المرفق مع هذا الجهاز، تشغيل الفيديو مثلا، الفيديو هذا بريزولوشن منخفض جدا وليس اتش دي ولا شيء. قد حملت هذا التطبيق على جالكسي اس 4 لاشاهد هل هو اتش دي، انما هو فيديو بريزولوشن 280 تقريبا. تاخير طبعا بسبب الرام. عموما لا بأس بهذا الجهاز لسعر 20 دينار. للمزيد عن تفاصيل عن هذا الجهاز ولأي أسئلة عن هذا الجهاز تابع موقع XU55.